السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البنات اليوم جبت لكم لغوصات على العصبانه على الطريقه تاعي. هنا البنات حطيت الريان مصارن، واش عندي مصارن والريه، واش كانت الذبيحه داخل الدواره، حطيتها تغلي في الماء، نغليها شويه حتى 15 دقيقه ولا 20 دقيقه، تطيش الربارب تاعها. كي تتغلى نصفيها ونشللها. هنا البنات راهي خلاص كملت لها بخاسك 20 دقيقه. ها المصارن تاعي كلش تلم، حبس لها هنا، صفيتها وشليتها بالماء وخليها تقطر. باه نبدا نقصها البنات. حنا العصبانه هنا ها هما كي نبدا نقصها، ما ندير فيها الرز ما ندير فيها الحمص، احنا نخليوها هكاك غير حوايج تاع الدواره، ونديروها في البربوشه، نديروها في الشخشوخه، ديريها صوص وحدها، ديريها في اللوبيا، نديروها في البطاطا حمراء، كمون نديروها ولا نبغي، ولا نديروها صوص غوش تاعها وحدها. هنا نقطع كلش تاعي بلا شويه دي بتي مغزو، ما نرحيوهمش البنات، احنا ما نرحيوهمش. والكرشه اللي عندي نروح نقسمها بالمقص وندير لي بوش تاعي ونخيطهم. نغسلها مليح الكرشه، انا ما نبرشهاش، الكرشه نقيها مليح من الداخل، من برا نخليها هكاك، نغسلها مليح مليح وندير لها قطره خل نشللها مليح ونحبس ونخليها، ما نخليهاش وسي. اي عندي بنت اختي هنا قاعده تغني لكم. هاي القصار صغيره نعطي لكم بركي فيه القصار، خاطر كان اللي هي تحكم وقت، بس على بالي تجيكم تشهي البنات، يعني كي ترحيوها ما عندها حتى معنى. شفت بزاف الناس يرحيوها، شفت بزاف الناس الكرشه يبرشوها، يحطوها في الماء سخون ويبرشوها. ما راكم هنا راكم هو كل واحد وتيابو تتفاصو، مي انا تبان لي ما تطعميش الكرشه تاع العيد زعما تاع الذبيحه. مليح لي غلي الكرشه اللي ديرها في البكبوكه، بصح في العصبانه لا لا، شلوها مليح، غسلوها، تتغسل الكرشه بالماء البارد، ومن بعد نديرها ما نظيف، حطها قطره خل نشلها شويه ونحيها وخلاص، ما تعود فيها حتى ريحه، تنضاف. هنا راني قصيتها دي بتي مغصو، دوك نعتلكم قصيت المصارن. ها هي كل كيفيه، نعتلكم برك الحجم. اسما العصبانه نديرها اسما ان بوش تاع اللحم، واش كاين في الدواره الداخل نحط فيها، لا تحت لا، اللي ما ياكلش الكبده قدا نقصها، اللي ما ياكلش القلب، انا عندي ولادي ما ياكلوش القلب، وقدا نقطعها فيها زعما باه تجيكم كبيره. ما ندير فيها ني حمص ني روز، خاطر نحطها هي في بلاصه اللحم في البربوشه. هنا اللي قصيتها كامل البنات، واش راح نداويها؟ قطعت لها ثلاثه تاع بصله، ثلاثه تاع طماطم، الدبشه، الثوم، ونديرها فلفل كحل، ملح، كزبر، وزيت زيتون، ومغرف تاع طماطم كونسونطري. اللي عنده اللي ياكل حار قاده تزيدي تقطعي فيها شويه فلفل حار، ومغرف هريسه، انا ما ياكلوش الحار على ذاك ما درتش. هنا نكرازي الثوم، الثوم ديروا راس حتى 6 حبات ولا 7. البنات بعد ما كملت الثوم نحط البصله والدبشه والطماطم، واللي يحب يدير فلفل حار يقص، اللي يحب فلفل حلو يقص. انا هذا واش ندير فيها، ما نديرش فيها الخضره بزاف، وشوي زيت زيتون ومغرف طماطم كونسونطري وفلفل كحل وملح وكزبر، ونخلطها. يعني درت زوج مغارف تاع طماطم، هذا كزبر. هذا فلفل الكحل والملح، والملح ما تخلعوش والملح ما يقرش خلاص. راني واش درت ودرت، ومن بعد ضقتها لقيتها مازالت مسوسه، وشويه زيت، واش محتم زيت زيتون البنات، ديروا زيت نورمال، ونخلطها مليح الميلونج، ميلونجيها مليح، ونوجد الكرشه، الكرشه تاعي نقصها، ديرها شغل جيوب ونلمها بالخياطه، ديروها دي بتيت بوش. ما نبدا نحشيها ونطيب بها طعام، انا راح ندير بها طعام هنا،
ما درت لكمش. ها هي كيفاه نقيتها البنات، شوفوا كيفاه مضافت، راهي بيضة تشعل بالداخل، تسمى راهي منقية خيط خيط خيط. هنا هاي لابوش، نعطيلكم برك يعني كيفاه نخيطها، نلمها وحدة بس كدرت زوج كبار وزوج صغار. هاي بالخيط ونبدا نلم. هاي وحدة أخرى، يعني هنا وحدة اللي خيطها ديجا بهنا، نعطيلكم ستيل. ها هي كي هاك، نبدا نعمرها قدامكم. هنا راني نعطي لكم كيف هكذا نخيط. ها درك الخالي تاعي تاع العصبانه كامل اللي خلطته، نبدا نعمر. خليت غير حله صغيره. البنات العصبانه تاعكم الداخل موش محت ما سخون ولا ما بارد، وتغسلي تيحي وتشلي وتشلي وتنقي تنقي بيدك، نحي الخيوط هذوك الخضر حتى تنضاف خلاص. قلت لها قلت راه خلت تشلي تخرج لكم تشعل. البنات ما كان لها تبرشولها من الناس، ما لو شغل نتاعها يروح، الفيتامين تاعها كل تروح. هذه هي البنات، ونعمر الاخرين. هنا اللي كملت عمرتهم درت ربعها باه وندير الماكله، نحطها زعما نحط وحده في الوسط ناكلو، باسكو العصبانه ماهمش في داري كامل ياكلوها، سما ناكلها غير انا وبنتي. هذه هي، وانا هنا درت طعام العشاء بادرتو غير بالعصبانه. هذه هي البنات، خبيها في الكونجيلاتور ما تبوجيش. هاي ما درت فيها يعني حمص ني روز، ما درت فيها حتى حاجه. هنا طعام قصيت فيه العصبانه غير بالكوشه، درت صوص بيضه ورابيت عليه طماطم وسلطة تاع خيار كومبانيي كوب، سلطة تاع خيار وبصلة وطماطم، ماكلة تاع صيف البنات. وبالصحة وهنا، ونتمنى جربوها، وهذا ما كان، وخليكم في رعاية الله. على بروشين، ما تنساوش لايك.